لا الشركه هذا صاحبك مش هادي اه بيان سور من الاول عشيري وماناجر ديالي وكل شيء. مرحبا اجي اخويا اجي اسمع اش اسمع اش في تفضل ها هو كيحشم شويه كيحشم لا غاتجي اسمع واحد اسمع واحد شويه انت غير حدانا انا واحد شويه ومن بعد شوف هو راه ما كيفيهش الهضره بزاف لا ما كاين مشكل لا حتى واحد الملاحظه لاحظتها ملاحظه لاحظتها داكشي اش من عيلك اخويا جو كوا غير سقنا حمزياك حمزه حمزه مرحبا امينوكس شوف انا القضيه شوف واش قلت بصح انا حتى لاحظت واحد النهار ياك لاحظت سول كينغ ياك عنده واحد صاحبه كان معاه في جروب افريكا جنجل سميتو جمال جمال كان هنايا وجمال دائما مع سول كينغ دائما معاه يقول لك يصوم موسيقى ولا كي بزاف الحوايج وشوف الشبه اللي كاينو كاين ما بين جمال وحمزه واش لاحظتوا الشبه اللي كاين اه وي اه عندك شو واحد الشباب واحد الصوره بيت الصوره ديال ما بينش فيها الشباب بزاف ما كاين تصور عمرك شفت شي لا قالوها لي قالوها لك ياك واحد الشباب اخويا عجيب شوف هذا 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 جمال ديال سول كينغ وهذا وهذا حمزه ديال امريكا ها تا هو غادي نصيفط عليه سبحان الله عرفتي فاش النهار اللي انا صاحبي انتم نفس الشخص صاحبي انا ايوا شتي صافي كيمشي يضرب ضريبه مع السوركين كيمشي يضرب ضريبه معاك انت عرفتي شنو كنسميو في طنجه تشابيتو تشابيتو تقول لك ضربتي تشابيتو الصباح بني ما كذا شي تشابيتو تشابيتو يا ضريبه خفيفه ضريبه خفيفه شي بريكول بالزربه اخويا والله يدوم محبه اخويا يدوم محبه اخويا الله يدوم محبه قلت شي شوف هو مشى بحالو انا عرفتو صافي مابقاش يجي بصح كي كيعجبو شي مبان مشكل ما كاين مشكل اخويا هادي العلاقات الزوينه وانه واحد كيكمل الاخر بنت عزيزك تبان هو ما عادش يبان هادشي اللي كيبان انت كتحمل هادشي ديال تبان وتهضر وتتكلم لا والصراحه مومو اي ارتيست كيحتاج في لوندوراج ديالو شي واحد اللي الا دار شي حاجه يصرفكو ما عقلش عليه هو هذا اون ميم طون يعني ما يكونش كيحشم منه ما يقول له ما يحشم ماشي دائما الناس خصهم يجاملوك خاص واحد اللي ديما يهبطك الارض يقول لك اخر حاجه قال لك حمزه اخر حاجه قال لك هذه ما مزياناش ولا ما ديرهاش ولا ما عجبتنيش ولا ما تبقاش ديرها دابا بقى الجواب دابا بقى تعاود دير دابا اخر حاجه دار عيطوا لنا واحد لا راديو قالوا لنا تجيو عندنا انتم الاولين اييه قال لهم الاخرين تيخلصونا احسن منكم تهضر علينا الله ما عرف هذا بيخرج عليك هذا انت كتشوف قال لي الاخرين تيخلصونا اكثر كنمشي معاكم احنا ما كنخلصوش نكونوا واضحين شكون؟ حنا كنخلصوا لاصق في الهضره ديالو انا نخلصك شي حاجه اخويا ولكن ماشي واحد كيشوف عليك كيخلص انا مخباريش لا ما كان خلصوش مؤخرا واحد الفنان طلب الفلوس سولنا على الفلوس عرضنا عليه باش يجي للشو وسولناه السؤال قلنا واش كتخلصوا زعما الفنانه قلنا ليه حنا ما كنخلصوش الفنانه مرات كنتكلفوا بالديبلاسمون الفنانه اللي كانوا جايين بعيد ما كاين مشكل على راسه عين ولكن ما كنخلصوش الفنانه وهذاك وهذا الفنان قالنا كاين عرفتي في الانجليز كيخلصوا قلت ليه بدا حنا ماشي في الانجليز اولا فهمتيني انا ما سميتيش ستيفن فرانكن انا سميتي مومو اخي اي حاجه اخرى من مساله اخرى كاين اذاعات اللي كيخلصوا ولا كاين التلفازات اللي كيخلصوا واش كتكون غادي تخدم بيرفورمانس مثلا بيرفورمانس بحال عندك شي بحال شي سهره هذيك الساعه كتخلص وي مي بور لا برومو كاين دي زيميسيون تولك شو مثلا في الخليج وداك الشيء تيخلص ها كيخلصوا هذوك اخر خليج اخويا وها علاش مزيان تسني مع لابل ها علاش ها ماني الذي ولكن معي انا اخويا مات لا وبيان سو انا من الناس اللي كانوا كيجيو للهيت راديو وكنتو كتكلفوا لهم بمساله النقل وداك الشيء لا هادشي عادي جدا هادشي عادي جدا اخويا علاش تقول تسيف عينا انت تصدقوا ها هو هذا خطير ها هو لا الله يخليك دابا صايا منيك سي بون سينما سوني دابا هي امباسادور سبوتيفاي الله يخليك تو باقي تهضر معاه تو باقي عيط ليه زعما التليفون ما كايناش خصكم تخلصوه لا تخلص دقيقة. مرحبا.